نقطة الموضوع واحد كرس السلسل نقطة لوبريسول ديفياز تأليف وإنتاج جيروانيمو. اليوم أقدا لكم فمجال الدورة أنا مليونيرس الوحدة بعنوان كرس السلسل اتولد من جديد. لذلك أرحب بكم على أمل أن يعجبكم المحتوى الذي صمم لمساعدته. هيا بنا نبدأ. موسى الخلفية تس واستمع إيلو كيف يفك دماغك قد استمع إيلت تعلق تتحدث فنفس الوقت الكلمات آل فعقلك فأذني مع العلم بعملية زيز التخيل المعقدة آل انظر إلى عجائب عملية زي اتصال وكيف يتم تحويل سلسلة تيز من الصوات المنبث اقتز من الكلمات إلى صورة أن تلك الصور المتصورة هملكت وبالت آل فأنت تستطيع أن فقط القيام بها نقطة مما يعني يبو كونك الخاصة على صورتك ومثالك تألبان الذي في دماغك صور لك وحدك أنت الوحيد القادر على تخيلها بالطريق تز الخاصة سئال تشعر أي ضيع أن كل تغيير زن يتم إنشاؤه فيك إتداء تغيير مما في نفس الوقت كيف يتنفس جسمك بشكل مستقل وكيف ينبض قلبك بانسجام وتلقائي تس إن هز يتعلق بعملك للوع إن هز يتعلق بالشعور بالحياة وككائنح تدرك أنك قادر على التحرك بمفردك وليس من قبل شخص آخر فإنك لحركة استقوى بها تتولد في وحيث توجد حركة هناك ألف نرائع مدرك لهس وهذا يعمل بشكل مثال وبسبب هذا فأنت أدرك أنك على قيد الحياة وأنك أيز ألف فالكون حسب الرغبة زي نقطة معروف وهو دماغك فوضع يسمح لك باستخدام أعظم عجائب أعظم بوهر ضد عقال فكر للحظة زيت يجب أن تأخذها حتوى آلا فأنهز كذلك فهذه اللحظة يمكنك ككائن حين أن تستمتع بإدراك عقلك من خلال التفكير زف عدد ملي سنرياء من التطور والتغيير آتنا اليتمتع بها يقدم لك الكون أن تكون على طبيعتك إتى أبد لذا استفد من الفرصة زي الفريدة أبد ولن يكون هناك شخص مثلك ألف أيض فريد من نوعه زي وغير زي قابل للتكرار أنك فقط تستطيع أن تكون أنت كما أنت ولمويكن هناك ألف أنت من عجائب لطبيعة زي وأنت ألف حق فحركة زي تنبثق من الداخل إلى الخارج وليس من الإفكار إوز المفاهيم إوز المضاد إوز الإشكال المقبول تز ألف حاول أن تكون نفسك من نفسك الداخلية تس من أعمق حميمية تز حيث أنت فقط افعل ذلك لتتلقاها من الخارج تئاجة معي فحركة ز معاكسة زن من الخارج إلى الداخل تذكر أنك نفسك لنفسك أي أعطى نفسك لنفسك واستمتع بها أيض أنهز عندما تكون على طبيعتك فقط عندما تكون فكر ألف هل تناسبك تقادر اتخاذ أفضل القرارات أي تلك القرارات إليك حميمي تز هو نقطة ضاء أصل هو كيف ستكون ألف حق وبالة نل فإن اعتبار كيانك فوضع يسمح لك بفهم نفسك ومعرفة زي ما تريده ألف مالي ونريا لتكون أفضل شخص يمكنك أن تكون لذلك قرر بأن تكون إذا كنت تشاهد هذا الفيديو وقد وصلت إلى هذا الحد فذلك لأنك قد اتخذت بالفعل ألف معرف نتحد أكم للتغلب عليه هز في إنشاء التغيير زي الذي تريده أن أقدم لكم أول رصاع في هذه الحلة زي من الوعى بالرغبة تس ألك أن الرصاع رشح وبالة أل يمكنه ببساطة تز دمجهن للمعرف يحدث عندما يحصل الشخص على معلومات إوز تجارب حياتي تز أل تتفق مع أفكاره وتصوراته زي المسبق تس فمخططات هز المعرفية تس معرفة زن جديد فإنك تضعها قب عبارة أخرى عندما تتدعم معرفتك حيث أنهز فرصاع مع كل ما تم تكامن لهز ألف كانت بمثابة زي أعمدة داعمة زن لتحل محلها ومن هذا تكون سابق مع الركائز وأولي السؤال فوضع يسمح لها بمواصلة ز بناء المعرفة زي فهذا الرصاع إذا كانت المعرفة زو الجديدة قوية ز ومتماسك تز وقوية تز بما فيها هز الكفاية سيتم فرض هز على المفاهيم السابق تسأل ومالي ونري لطالما أردت زناجح إشخ ألف صاد حتى آلنا من أن تكون إسأل نفسك ما الذي منع دائم أنت جد وأخير كأن الشخص الوحيد إوز الوحيد
المذنب النهز لم يكن هكذا، كان ألف باء راء ش يمكن أن أكون إيه. وبعد إخبارك بشكل مفارحة كما فعلت، أنا متأكد من أن عقلك قد تقبل إئلمر على هذا النحو. أكي إوز أقل أكي إوز أقل، ربما بمقاوم تز مفي مع تردد ضد فتحتين فاء البداية تز، حتى أن هز يجعلك تشعر بالذنب من خالل قبول من جانب عقلك، ربما يكون ألف. إذا كنت تعتقد ذلك، فذلك النهز ألا أن أوضح واسمح والجعلت ذلك إتوالي عصرت كامل من إبطاط يعمل فيها دماغك. لقد ربطت هذه الجمل تز بعالم تلمن، وذلك بسبب رسع تزق بألمعة منطقة عليك فقط موقفة ألا فرصة زل فهم ألا سبب. لقد أرضف هذا البيان لما منح ممت ألا انشأتها أنت فقط، ألا أنك تفهم أنك حر تتخلص من الشعور بالذنب الذي ينبع من أفكارك. فأنت كون ما تريد أن تكون، ألا أنك إذا كنت تؤمن بذلك فأنت كذلك. لكن حق فكر للحظة زي ألمي ملكك ألف، فهذه المرحلة زي تسألك هل كل هذه الشبكة زو العصبية زئبطة؟ سألك أن الجهاز العصبي للفقاريات يتكون من امتدادات طويل تز من الخاليان العصبية زي المرتبطة زي ببعضها البعض نقطة. هذه التكاثرات تسم محاور عصبي تز، وهتنشأ من سوى ما. لذلك فإن هذه الشبكة زي المعقدة ماكس رشا بالنسبة تز لجزء آلم أدي أيد ضع. ولكن ألف ألتم تعليمك لها بطريقة الزماء، وتم تعليمك من خلال خلق العديد من العقبات المعرفية زيتا أيد، ألنك كنت الشخص الذي إنشأه بطريقة زوال يتم ترسيخها وترتبزط بتشكيل رؤيتك وتصورك للعالم وأفكارك وأفكر وعيل. رغم أن هذا هو لك إنهز ليس كذلك ألف تي أيد المفاهيم وأسمع رفتك فتحتين فاء هاء ذهو لشبكة زلع صبي تستي وجدي ألف فاء اعتبر كأنهز. هذه العقبات المعرفية تزهو دعونا نرى ما ألف المتل. وهذه آل خطاء وآل حكام المسبق تز وآل راء تصبح مكك قلم علمر والأصدقاء وعائلتك ودائرتك الاجتماعية زي تنتقل إل والتحري وآراء تقدم العلم نقطة. وبعبارة أخرى فإن تطور المعرفة زي وآل خطاء آتنه التعلق الذي يمنع الفر 4188 شرطة 62-19 فاصلة في إن آل عقب تس فقل جستون بشيال رد آل فيلس وف أيضاء الإرسال إلى آل الخريم مثلت فكثير زن من الحالة تقوم ألف فنهاية تز المطاف. وبالا فإن العائق للمعرف هو كل ما يمنع لل بالحكم على المضاه إوزن الفوري وليس المنعكس رص التحري مجرد التصورات المعقول تز العقالني للموضوع إيال راء آت فأروح إوز العقل اللبرورسي البناء رف أولئك الذين بسبب مهنتهم يجب أن يميل طالبهم إلى كرسهم وتحرير أنفسهم منهم من خالل المعرفة زي واستخدام العقل والذكاء. حذر مع هذا الشاب هو هذا وذاك ويترصف بطريقة زي سلبية تنس. ومع هزية وضع عالمة زعلي الطالب تقاليده من حيث الحاجز المعكم مرة استقبل ألم علم مجمع تنس جديدة من الطالب الجدد مع علم وألسنة زال سابقة زي على قون على ألم علم آل جديد كنا ألف إئلس للتنمي تز الشخصية زي والتنشئة زي الاجتماعي تز نقطة. وهذه الحاجات أتساءل سأل يتشاركها جميع الناس زي نقطة. تتكون هذه إلى نوع من الاحتياجات من التعلم تهلك المشي المع من المهم إشارة إلى أن آل احتياجات التعليمية تسكتت بهذا غيرها زه تلك احتياجات وليست من يحددها بناء على إوز بناء على أي معايير إوز من يهتم بلحظة زن تاريخي تنز معينة زن بأن هذه احتياجات المحددة سلفا. كم مرة سمعنا ما يفسين وقديناميك وتنافس بشكل أيد فالصحف أن نظام التعليم ليستجيب احتياجات تسوق نقطة. طالب العديد من الارسكات بملفات تعريف مهنية زن جديدة لسنوات للتنافس فائق الإخبار إوز قرأنا المنط. أيضا أن نسأل أنفسنا إذا كانت لذلك أفكر قوى مستمدة من كل هذا من تفي مفتاح القوة تعلما فالسلطات أن تلك القوة نفسها هو تتنشأ فالذات حقيقة الزي التأمل والتفكير زت تتعايش مع ذلك الوبود
ومن تلك الحركة ز الوصول إلى السؤال لمذا ز ألف فذ فحقيقة ز إشياء آل ألم مي تميل إلى أن تكون ملموس تز ومرتب تز فأكن وأن من التعقيدات إبطة هذا هو ما أدى إلى الوالد الفلسفي تز نقطة حب الحكمة تز بطريقة تز تجعل استنتاجات هذه الانعكاسات عند إدراجها فمجموعات من المفاهيم حول مبادئ وأسباب الإنسان وكذلك رؤى تز أن هذا يجب أن يكون لهز ما هو العالم وطريقة وز فهم الواقع الذي يحيط بهز الكون إوز نفسه لم يفلت أي مجتمع من هذه الرغبة تز فاستكشاف من خالل العقل أي أنهز لم يتوقف أي مجتمع عن إنتاج أنظمته الخاص تز وأفكاره الفلسفي تز بقدر ما يتعلق يألمر ببناء الشفهت على أنها بنيات من خالل النص وصل مكتوب تز من خالل النقل ألا فهم تن وهكذا فإن طريقة تز نقل هذه المعرفة تز بطريقة تز معين تز طريق تز إعادة إنتاج الإشكال هو الإيقون والرمزي لذلك إذا كان ما تريده هو تغيير هل تمنعك تنقط الحواجز أوز السلسل أصف صاعد وكرس كل همزة فتحتين فاء نفسك ولكي يحدث هذا التغيير يجب أن يبدأ الزمن أول ما عليك فعل هز هو التعرف على نفسك كشخص تريد أن تصبح من إئالنا تكنت ترغب فيها نقطة الكثير ز السرت للفقراء الذي تعلمت هز والذي أخيرك بهز أن هز نهان عن الفكر فالنهاية تس يتعلق إئالمر بالقدرة على الفصال بشك فحياتك وأنك تعلم أنك تستحق هز حيت إئالنا لم يسمح لك بتحقيق حال تز النجاح وزد هاريال أيض عرض تز للجاهل بواسطة وهو أسل وبتفكير زن يمكن تغييره وبلا تألف الأكي من ذلك خلق إفكار أيض أن هذا النوع من التفكير زن المفروض للفقراء ليس وبنفس الطريقة تز أقول لك أتفي قرار رغبة فأي وقت نقطة نقطة عليك فقط أنا تريدها اجعلها تفعل ذلك نقطة السؤال هو أنا ضبي وأنك عتفي في تغيير سأيك باستمرار حتي تجعلها حقيقة تنس واقعة كونك حيف ألبان ألح على آل خريم اوزن على الظروف الماضية زي اوز على الدولة زي يمكنك البدء بالتوقف عن إلقاء اللوم على وضع يك فقط للبقاء على قيد الحياة وانتقال إلى العمل لمواصلة زي العمل لنفسه سقى تمام أمر الطموح للعيش براتبا ألفنس لا تبع على حالها قو تمام أمر التطلع إلى الإعانات والمساعدات المالية زيان ألف سين افهم أن التغيير ز الذي تسع إليه ز هو فالمقام وألول فيه يعت التغيير ز الذي فالنهاية ز أنك قادر على تهيئ تز الظروف لبناء نفسك هو أنك قادر على أن تولد مرة أخرى لتلد نفسك المليونيرز وفي هذه المرحلة تز أنت بالفعل أكي من قمة زي جبل جليدي حتى آلا أؤكد لك أن هز ليس قادر على رؤى تز وفهم الوحدة التالي تز أن كل ما تمت مناقشة هز فوضع يسمح لك أن تكون ألف مالي ونريا سأوضح لك كيف تولد من جديد فالفيديو آلة الإوزم وضوع الدورة التدريبية تز لتصبح المالي ونيرز وكيف تبنيها هنس كآلة سأخيرك من اللي وفي الفيديو يمكنك العثور عليها على رن حيث أيض لزيارة واستكشاف الكتب الصوتية زد المرحة زد المجانية تز الخاصة زي فالكتابة تز فأنا أدعوك ألف طريقة إذا كانت قد أحبب قنان ستختير زفوائد العالج بالضحك مع التأكد من أنك ستضحك وال نقطة تحياني وشكرا لمشاهدة هذا الفيديو.